بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. بعد شهادة داعش إمبابة بلاغ يدعو للسجن محمد حسين يعقوب، متابعين لأول مرة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسون بلايك حتى ننقل لكم المزيد. أدى الداعي المصري محمد حسين يعقوب بشهادة صادمة أمام إحدى محاكم القاهرة بشأن ما بات يعرف بخليل داعش إمبابة، فتحدث عن أفكاره وآرائه التي كانت منهلا لعدد من المتهمين في قضايا إرهاب، ومثل محمد حسين يعقوب الذي عرف كداعي متشدد طيل السنوات أمام القضاء المصري في القضية رقم 72 سنة 2021 ضمن جنايات أمن الدولة طوارئ، وتبرأ يعقوب من الأفكار المتشددة ومما فعله المتهمون، الأمر الذي تسبب في ردود فعل اجتاحت وسائل التواصل، واستغرب معلقون أن يتنصل من مسؤوليته بينما طالب آخرون بسجنه. بلاغ للنائب العام. أول ردود الفعل كان بلاغا تقدم به المحامي المصري هاني سامح إلى النائب العام، وجاء فيه أن ما ورد بشهادة يعقوب وإقراره بمزاولته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني واسمه حجازي شريف ومحمد حسان أرباح الدعوة. وقال البلاغ تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه الإخوان محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء رغم كهولته. واستند البلاغ إلى القانون 51 سنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والمدينة العامة وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. وأشار البلاغ إلى المادة الخامسة وتنصيصها على العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أدى الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ومضاعفة العقوبة حال التكرار والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسة الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية داعش إمبابة ولإضلاله للشباب ونشر المنهج المتطرف. وقال المحامي هاني سامح في تصريح لسكاي نيوز عربية تقدم بالبلاغ ضد محمد حسين يعقوب لارتكاب عددا من الجرائم الواردة بقانون العقوبات المصري، فنحن أمام شخص لا يحمل أي شهادة علمية موثقة في مجال عمله، كما أنه مارس الدعوة والخطابة المخالفة للقانون المصري. وتابع سامح أن محمد حسين يعقوب لم يكتفي بذلك فقط، بل تسبب في ضياع عدد كبير من الشباب وباع لهم الوهم وجعلهم فريسة للجماعات المتطرفة والدواعش. وأردف المحامي أن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة أثبتت جريمته التي يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات. وأضاف مقدم البلاغ أنه استشهد في بلاغه بما تقدم به أيضا محمد عبد المقصود حول قيام المبلغ ضده بالزواج أكثر من 30 زيجة، وذلك عبر الزواج والطلاق من الزوجة الرابعة وجمعهن من الفتيات العذارى. واقتسم سامح يجب تفعيل نصوص القانون لحماية الشباب الناشئ والمجتمع. متابعينا لو أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.